أندية نفط وهران استغلت فرصة قدوم ترجي متفرج بملعب 19 جوان بوهران، مستوى متوسط، فريق يهاجم منذ أول وهلة وباستمرار هو فريق أندية نفط وهران، في حين ضيفه ترجي ميكانيك قلمة اعتمد تعزيز دفاعه بل منطقته بجل عناصره، وشوط أول ينتهي بالتعادل الأبيض صفر لمثله ما بين الطرفين، وذلك بعد حملات قادها كل من بن يوسف مزيان وسباح من جانب المولودية ببيضة حمراء على الشاشة، وتدخلات قائد الترجي حارس مرماه غفار كمال بثقة في النفس وتحكم في تصديه لكرات مهاجمي المولودية المحلية، خاصة قلب الهجوم بن ميمون والجناح الأيمن مشري البشير. وجاء الهدف الأول في الدقيقة 29 من الشوط الثاني من إمضاء بن ميمون على إثر تنفيذ مخالفة كما رأينا الآن، ووجود بن ميمون في وضعية مناسبة ليفتح مجال التسجيل داخل منطقة 6 أمتار للحارس غفار. وقبل أن يضيف الجناح الأيسر رقم 14 اللاعب الاحتياطي مرزوق جمال الهدف الثاني في الدقيقة 44 من الشوط الثاني، وكان فريق ترجي ميكانيك قلمة قد حاول من جهته هذه القذفة نتاع مرزوق جمال بقوة على يسار الحارس غفار كمال، قلت حاول ترجي ميكانيك قلمة